دار سيدة، ده احنا كل عيدنا صوب، ما فيش الا اخوات التنتين ما تصوبوش، اخ صغير كمان اخم، وعمره 3 سنين وشهرين، وكمان بابا استشهد بس اللي ماما اللي ضلت، واخواتي انا اتصوبت في رجلي واحنا طالعين في ضربة ضربة جنبينا، احنا كلنا اتصوبنا. انا عم الطفلة جوان بلال الاشرم. هذه جوان كان ابوها بده يطلع هو وامها وبقية عيلتها، يعني بده ياخذ عيلته ويطلع من المكان اللي هو فيه. فسبحان الله بقى حمل عيلته وكيد كان بده يطلع، استهدفوا المربع اللي هو كان فيه، فكان الابو هذا كان ابوها حملها، فسبحان الله طارت البنت والابو كانوا حاملين، طارت الابو استشهد رحمة الله عليه. البنت هذه صابت الإصابة هذه اللي انتم حضرتكم شايفينها. كانت معاناة كبيرة، انه ما فيش ادوية، فيش اطباء، الاطباء يعني بقول لك عم مش قادرين نعمل حاجة، فعملوا لها اللي هو بسموها الاسعافات الاولية، وقف الجرح، طلع العظم المكسر اللي في داخل رجل هرماء. فكانت هذه البنت وهي موجودة بتصرخ بدي بابا بدي بابا، قلنا لها يا عم اهدي شوي. قلت للدكتور ايش بقدر اسوي؟ قال منقدرش نعمل لها ولا حاجة، هلقيت ولا اشي الا غير بدك تستنى بعد الحرب. طب الحرب احنا مش عارفين متى حتتوقف. فاضطريت ان انا اجي فيها هنا، حولوني على شهداء الاقصى، عملوا لها العملية وعملوا لها اللازم الدكاترة، وحولوني هنا على الاوروبي، اجيت فيها انا هنا. فالحمد لله رب العالمين، هنا الدكاتره قايمين في الواجب تبعها وزياده الحمد لله، وامورها ان شاء الله مستتبه ان شاء الله. هي صابت من 15 الشهر، كلمنا امها، كلمت امها على الجوال، صارت تبكي بدها امها، لكن قلت لها يا عمي انا اعتبرين ابوك، انا هيني هنا معاك، مش حسيبك الا غير ان شاء الله لما اخذك بالسلامة ورجعك على الدار وسيتلعب مع اخوتك. حتى هي كمان مشتاقة لاخوتها ومشتاقة للكل، بس نقول عشان انت تطيبي وتتعافي لازم تطولي بالك.